فيك عن شطرة. مهم كل شيء كل شيء كل شيء ما نسيت شيء واحد. الله يعطيك الصحة أختي، مبروك علينا كاملين. شكرا بزاف فاطمة الزهراء، الله يحفظك. كان نشكر الأخوات اللي كاينين على برا، كنشكر الأخوات اللي كاينين كلهم شي في المغرب، كلهم تساعدوا معايا، كلهم وقفوا معايا، والجروبات كل شيء، الأدمينات. أمين أختي، الله يوفق الجميع. شكرا الأدمينات كلهم اللي كانوا خدامين معانا، كنشكرهم بزاف بزاف، والله يحفظ الجميع، والله يوفق كل واحد كيجري على شي حاجة، الله يسهل ليه عليها. وكي كنقول لكم وليداتي، العائلة ديالي، خواتاتي كاملين، خويا، كلشي كلشي تنشكرهم بزاف من هاد المنبر هذا، كنشكرهم. وكنتمنى يبقاو معايا في التشجيعات ديالهم مع الدولار. وكنطلب منهم يتابعوا عندي اللي مازال ما تابعوناش، وجيم وكومونتير، كومونتيرات ديالهم الزوينين. مهم العائلة ديالي كلها اللي في تيزنيت، اللي في كازا، اللي في المغرب كامل، الحمد لله كنحط الفيديو ديالي كيشوفوه كيتعاونوا معايا، كنشكرهم بزاف بزاف. الله يحفظهم، الله يحفظ الجميع، والله يسهل على كل واحد، والله يرحم الجميع، والله الله يخلينا الملك ديالنا، والله يحفظنا، الله يحفظ لنا العائلة ديالنا، والله يحفظ الجميع اللي عنده والدي، الله يحفظهم ليه، اللي ميتين ليه، الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم. الله يرحم الوالدة ديالي، الله يرحم الوالد ديالي، والله يرحم بنت ولادي، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحم العائلة كلها اللي توفات، الله يرحمها ويوسع عليها، والله يحفظ الجميع يا ربي، والله يزعل لنا هذا الوباء يا ربي. وهذا ما كان الشيء اللي كنطلب منكم، الله يسهل عليكم. شكرا شكرا فاطمة الزهراء اختي، شكرا شكرا، بارك الله فيك، كل شيء كيرجع لك نتيا، وقفتي معايا وسامحتيني ما خليتينيش. شكرا، وكنحفظ لك وليداتك ويخلي لك مولا دارك ويسهل عليك زعما التعب ديالك، ان شاء الله نردوك في الخير ان شاء الله يا ربي. وكل شيء كل شيء اخوتي، مرت الوالد، كل شيء اللي نسيتو ما يتقلقش. الاخوات ما غاديش نذكر وحده بوحده، حيت عندي بزاف اخوات في الجروبات وقفوا معايا وشجعوني، واللي ما عرفناش كيوريو لينا، وكنتعرفوا بعضياتنا، وكتكون داك الجروب كنوليو اصدقاء، والحمد لله الحمد لله، والله يسهل على كل واحد. وكنشكركم كنشكركم، ونعاودها ونعاودها، كنشكركم كنشكركم. ومازال غادي ندير واحد الفيديو ديال هاد سميتو، حيت وعدت خوتي قلت لهم ان شاء الله ندفع ليا القناة ديالي، غادي ندير لكم شي خريجة، نشوف شي ريستوران ان شاء الله، ونقز معاهم، ونتمنى ان شاء الله في 10 دولار في 80 دولار ان شاء الله. وكنتمنى لاي وحدة دايرة القناة ديالها الله يكمل عليها، والله يسهل عليها، وحنا بعضياتنا كنتعاونوا. وشكرا بزاف، والله يرحم الوالدين. تهلا، باي، مرة أخرى إن شاء الله. شنو غنقول اش غنقول مازال ها هو شوفي جيني لا باش تحبسي خواتاتي وصحاباتي اللي ساندوني واللي كتعرفني انت راك تخليك في الميزان اللي كتعرفني واللي كنعرفها واللي اونجيستي عاونوني واللي ما ذكرتيني هنا ما ذكرتيني هذيك الاولى